بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في مرة من المرات كنت عامل فيديو كنت بتكلم على الكعبة المشرفة، وبعدين قلت معلومة كده ناس كتيرة قوي بعتت تستفسر لي. قلت إن المكان الفاضي من الكعبة اللي هو حجر سيدنا إسماعيل لا تجوز فيه صلاة الفرض، ولو حد صلى فيه فرض بيبقى الصلاة باطلة. وعلشان كده لو لاحظنا ان الشرطة السعودية لا سيما شرطة الحرم بتخرج اي حد وقت الصلاة لخارج المكان ده، وتلاقي المكان ده فاضي خالص ما فيهوش اي حد خالص. الناس بدأت تسأل ليه وشمعنا الجزء ده لو صلينا فيه ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر يبقى باطل. مش هقول لك الإجابة اللي بعد ما تسمعني الصلاة على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الإجابة باختصار إن العرب على الرغم من كل العادات السيئة والقبيحة اللي حضرتك كنت بتسمع عنها بيعملوها، لكنهم كويس قوي كانوا عارفين الفرق بين الحلال والحرام. العرب أعادوا بناء الكعبة، ولما قرروا إن هم يعيدوا بناء الكعبة اشترطوا على أنفسهم شرط ان هم ما يدخلوش في بنى الكعبة الا مال حلال خالص، لا مال ميسر ولا مال قمار ولا مال ربا ولا اي مال في شبهة. خد بالك انا بقولك الكلام ده ليه، علشان اي انسان بيبقى عارف الحلال فين والحرام فين، لكن احنا مشكلتنا اخبط في رقبة عالم واخرج منها سالم، صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم ان العرب بنوا الكعبة وفلوسهم خلصت عند الحتة الصغيرة اللي انت شايفها دي اللي هي اسمها حجر سيدنا اسماعيل. يعملوا ايه؟ يا ترى يدخلوا مال ربا او يدخلوا مال خمر او يدخلوا مال قمار او يدخلوا مال ميسر؟ لا، قالوا احنا نقف على كده وبارك الله فيما رزق ونكتفي بكده. طيب، وبالفعل هم اكتفوا بكده وسابوا الحتة دي. الحتة دي بقى سبحان الله العظيم، عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيدبر الامور تدبيرا عجيبا، لولا الحتة دي كانت انتفت المساواة في الحج. تاني، لولا الحتة دي كانت انتفت المساواة في الحج. يعني ايه؟ احنا حضراتكم شايفين الكعبة من جوه ما بتفتحش الا للملوك والزعماء والامراء والرؤساء. طيب يبقى فين المساواة؟ انا راجل دلوقتي فقير مسكين، لنا ملك ولنا زعيم ولنا رئيس ولنا امير، فما صليش ليه جوه الكعبة؟ فسبحان الله العظيم الحتة اللي اتسابت دي اللي هي حجر سيدنا إسماعيل دي أصلا جزء من داخل الكعبة. يعني الحتة دي اللي بيصلي فيها زيه زي اللي بيصلي جوه الكعبة. فأراد الله أن يسوي بين جميع البشر، بين الأمير وبين الوزير وبين الرئيس وبين الزعيم وبين الرجل العادي، الكل هيصلي في الكعبة لأن الكل ضيف عند ربنا، فلا مزية لأحد على أحد ولا فضل لأحد على أحد، الكل أمام الله سواء وفي بيت الله الكل سواء. فعلشان كده لما حضرتك بتخش تصلي في الحتة دي اللي هي حجر سيدنا إسماعيل كأنك صليت جوه الكعبة نفسها، لأن الحتة دي جزء من داخل الكعبة. مش كده وبس، الصلاة داخل الكعبة نفسها ما تجس إلا نفلا، لكن الفرض ما يجس أبدا. علشان كده قلنا بما إن الحتة دي جزء من داخل الكعبة يبقى ما يجس الصلاة فيها إلا نفل، لكن الفرض لا. علشان كده السلطات او الشرطة بتخلي المكان ده خالص حال صلاة الفرض، وتترك الناس بعد ذلك حال صلاة النفل وحال الاوقات التي بين الصلوات. علشان كده لما ربنا يوعدك ان شاء الله بزيارة البيت الحرام حاجا او معتمرا، احرص بدون ايذاء احد على ان تصلي في حجر اسماعيل ركعتين وتستشعر انك داخل الكعبة المشرفة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.